المقيمون المطعمون يتوافدون إلى البلاد على جناح القرارات التنظيمية للسماح بعودتهم. والطيران المدني توضح حجر منزلي لمدة أسبوع للمواطنين العائدين للبلاد ممن تلقوا جرعة أو جرعتين. ما اتفقت عليه اللجنة التعليمية هو بزيادة 300 دينار كمكافأة للطلاب. التعليمية توافق على زيادة مكافأة طلبة الجامعة والتطبيق إلى 300 دينار وتستعجل إعلان نتيجة القبول. إعطاء هذا اللقاح لهذه الفئة العمرية سيساهم بعودة الحياة إلى طبيعتها، خصوصا ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد. نحافظ على سلامة المجتمع علشان المدرسة قريبة. أحمي الناس من انتشار العدوى. في موازاة تصعيد وتيرة التحصين ضد كوفيد-19، الصحة تكثف جهود تطعيم الفئات العمرية بين 12 والخامسة عشر عاما. وفي النشرة، الروبيان يعود إلى المائدة الكويتية مع بدء موسم صيده. نشرة الأخبار مع داليا الغزاوي ومحمد نجم. نشرة الأخبار من ATV العدالة، أهلا بكم. أهلا بكم. بعد إغلاق استمر لعدة أشهر، اخترقته استثناءات السماح بالعودة وفق استيفاء الشروط من قبل لجنة طوارئ كورونا. بدأت البلاد استقبال المقيمين تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بدخول غير الكويتيين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات والإجراءات الصحية والوقائية والتعليمات التي أصدرتها السلطات الصحية. وقد شهد مطار الكويت الدولي منذ الساعات الأولى لسريان القرار حركة نشطة لرحلات القدوم وسط إجراءات تنظيمية مكثفة، حيث تفقد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح الإجراءات الصحية في المطار، فيما أعلن نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني المهندس سعد العتيبي جاهزية المطار لاستقبال المقيمين، مؤكدا أن الإدارة استنفرت جهودها بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية، حيث وضعت خطة عمل للمرحلة القادمة تزامنا مع تعافي قطاع النقل الجوي في البلاد، مشددا على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية. بدأنا في الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بالسماح لدخول الأخوة غير الكويتيين إلى البلاد اعتبارا من 1/8/2021، ولكن بشرط الحصول على شهادة تطعيم فيها جرعتين معتمدة من وزارة الصحة، إضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة PCR قبل صعود هذا الراكب إلى متوجها إلى دولة الكويت، وكذلك الخضوع للحجر المنزلي. بدأنا اليوم هذه الخطة بالتنسيق وبالتوافق وبالتعاون مع كل شركائنا في مطار الكويت الدولي، وعلى رأسهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى شركاتنا الوطنية وشركات الطيران وزملائي وزميلاتي في الإدارة العامة للطيران المدني. وضعنا خطة في الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في مطار الكويت الدولي، والحمد لله اليوم بدأ تطبيق هذه الخطة وتفعيل بنود هذه الخطة التي اشترك فيها كل القطاعات التشغيلية في الإدارة العامة للطيران المدني، والحمد لله من الصباح الباكر تسير كل الرحلات القادمة والمقادرة وفق الخطة، وكل الإجراءات التي تم يعني الاستعداد لها تسير اليوم بسهولة ويسر، وكل الركاب سواء المقادرين أو القادمين يتم تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة من السلطات المحلية في دولة الكويت. من 7 فبراير الماضي ونظرا لتزايد الإصابات في دولة الكويت وتزايد عدد الوفيات، تم تخفيض عدد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي 1000 راكب تقريبا يوميا، ثم تم رفع هذه السعة إلى 5000 راكب. اليوم نتحدث عن تطلع الإدارة العامة للطيران المدني لزيادة هذا العدد بإذن الله من 5000 إلى 10000 خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لابد أن يضع شهادة التطعيم على موقع مناعة وموقع وزارة الصحة حتى يتم اعتمادها من وزارة الصحة، فلن يتم قبول أي شهادة تطعيم إلا بعد اعتمادها من وزارة الصحة. بعد اعتماد هذه الشهادات من وزارة الصحة يتم عمل الحجوزات ويتم تحضير شهادة PCR، إضافة إلى كل الاشتراطات الصحية التي أبرزها خضوع هذا الراكب القادم غير الكويتي إلى الحجر المنزلي. بالنسبة للقادمين نقسم القادمين إلى كويتيين وغير كويتيين. بالنسبة لي
للكويتيين هناك محصن بجرعة واحدة أو بجرعتين أو ممن أصيب بفيروس كورونا ولم تتجاوز مدة إصابته 90 يوم. جرعة واحدة جرعتين إصابة هذا يذهب مباشرة إلى المنزل حجر منزلي، متى ما عمل فحص بي سي آر وظهرت نتيجة الفحص سلبية يتم إنهاء حجره سواء في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث. بالنسبة لغير المحصنين يخضعون للحجر المؤسسي لمدة أسبوع ثم يستكمل الأسبوع الآخر حجر منزلي في منزله. بالنسبة للأخوة المقيمين مثل ما ذكرنا الدخول فقط للمحصنين بجرعتين بشهادة تطعيم معتمدة من وزارة الصحة. في غضون ذلك أوضحت الإدارة العامة للطيران المدني أنه سيتم تطبيق فترة حجر صحي منزلي لمدة أسبوع على المواطنين العائدين إلى البلاد من الخارج ممن حصلوا على جرعة واحدة أو اثنتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المعتمدة محليا. وأضافت أن المواطنين المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوما تطبق عليهم فترة حجر صحي مماثلة، وحال رغبتهم في إنهاء هذا الحجر يتعين عليهم إجراء فحص بي سي آر وإن كانت النتيجة سلبية ينهى الحجر. وأوضحت الطيران المدني أن اللقاحات المضادة للفيروس المستجد ومعتمدة في البلاد هي فايزر وأسترازينيكا وموديرنا وجونسون أند جونسون. في نشاط اللجان البرلمانية وافقت اللجنة التعليمية على زيادة مكافأة طلبة الجامعة والتطبيق إلى 300 دينار. وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر إن وزارة المالية أبلغت اللجنة رفضها زيادة المكافأة لافتا إلى تأييد الإدارة الجامعية منح الطلبة البدون وعددهم 400 طالب هذه المكافأة، كما أوضح أن نحو 15 ألف طالب وطالبة تقدموا للالتحاق بالجامعة حيث سيتم قبول 6300 طالب في الفصل الدراسي الأول. اتضح لنا أن عدد المتقدمين كان أكثر من 15000، سيتم قبول 6301 في الكورس الأول وتقريبا 700 طالب وطالبة في الكورس الثاني. المشكلة كان في التخصصات الأدبية وتحتاج وقفة الحقيقة، يعني عدد الشواغر في كلية الهندسة 600 إلى الآن شواغر، العلوم الحياتية 600، العلوم الإدارية قسم العلمي لأن الكلية العلوم الإدارية تقبل خريجي ثانوية الأدبي والعلمي، الأدبي تم تغطيته، العلمي في 160 مقعد والعلوم في أكثر من 300 مقعد. بالنسبة للمكافأة الطلابية الموضوع يحتاج تشريع، وإحنا باللجنة التعليمية اعتمدنا أكثر من اقتراح بقانون وقدم إلى المجلس وبانتظار الاجتماع انعقاد المجلس في الفصل التشريع القادم حتى نستطيع أن نقر ما اتفقت عليه اللجنة التعليمية بزيادة 300 دينار كمكافأة للطلاب. لكن منها حقيقة موضوع البدون، وهذا ذكرناه، عدد الطلبة البدون لا يتجاوز 400 طالب وطالبة، ونؤكد على اهتمام وتعهد ورغبة مدير الجامعة بالإنابة الأستاذ دكتور بدل بديوي بدعم المكافأة للبدون، لأن الموضوع ليس فقط مكافأة مالية إنما هو تشجيع لهذه الفئة، إن والله المتفوق فيكم الذي قاعد يكمل دراسته الأكاديمية والتعليمية تعطاهم مكافأة، أنا أعتقد هي فيها رسالة إيجابية ورسالة تربوية ورسالة مهمة جدا. في المجلس البلدي ناقشت لجنة الشؤون القانونية والمالية اقتراحا بخصوص السماح بإنشاء حضانات للأطفال دون سن الرابعة ضمن مراكز العمل الحكومية. وقالت عضو المجلس مها البغلي في تصريح عقب اجتماع اللجنة إن المقترح يساعد المرأة للحفاظ على عملها والاطمئنان على أطفالها أثناء تواجدها خلال ساعات الدوام الرسمي. ناقشنا اليوم في ورشة الشؤون القانونية المقترح اللي تقدمت فيه بخصوص السماح بإنشاء حضانات للأطفال في مراكز العمل اللي يزيد عدد الموظفات فيها عن 50 موظفة أو يتجاوز عدد العاملين عن 200 موظف.
طبعا جاءت هذه الفكرة لدعم فكرة بقاء المرأة على رأس عملها وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في أماكن العمل. اليوم كانت الورشة بحضور الإخوان في بلدية الكويت والإخوان في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الكل أبدى استحسانه لهذه الفكرة وإن شاء الله لا ما رح يكون في أي معوقات، فرح يتم مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث ننسق معهم شنو اللي نحتاج نعدله في لائحة الحضانات بحيث إنه يمكننا تطبيق هذا المقترح. طبعا هذا المقترح اليوم مو فقط للمباني الحكومية القائمة، هذا مقترح للمستقبل بحيث ان لما يكون هذا القرار موجود وهذا هذا السماح بإنشاء الحضانات في مراكز العمل الحكومية راح تعطي فرصة للمباني الجديدة ان اثناء فترة التصميم والإنشاء تخصيص أماكن للحضانات بحيث يساعد العاملين والعاملات على الشعور بالارتياح لتواجد أطفالهم اللي أقل من 4 سنين. على خط الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19 تواصل وزارة الصحة تطعيم الفئة العمرية من 12 عاما وحتى 15 عاما. وتشهد مراكز التطعيم توافد الطلاب المسجلين للتطعيم حرصا على تلقي اللقاح قبيل بدء العام الدراسي الجديد. فريق اي تي في العدالة واكب أجواء تطعيم الطلاب في هذا التقرير. تواصل وزارة الصحة تطعيم الأطفال من الفئة العمرية 12 عاما إلى 15 عاما ضد فيروس كورونا، حيث تستقبل مراكز التطعيم الموزعة في جميع أنحاء البلاد هذه الفئة من المسجلين عبر منصة التطعيم. وأكد الجميع على ضرورة تلقي اللقاح لهذه الفئة استعدادا للعام الدراسي المقبل وحفاظا على سلامة المجتمع وللعودة إلى الحياة الطبيعية. كم عمرك؟ 12. ليش جاية تاخذ اللقاح؟ عشان نحافظ على صحتنا وما ننقل العدوى للآخرين. شنو السبب اللي خلاك تيجي تاخذ اللقاح؟ نحافظ على سلامة المجتمع ونرد نفس القبل. كم عمرك؟ أنا 13 سنة. شوفك متحمس جاي تاخذ اللقاح. اي علشان المدرسة قريبة وعشان ادخل الأماكن وهم عشان تنتهي جائحة كورونا بسرعة. جاي الطعام عشان احمي الناس من انتشار العدوى، وعشان لما تفتح المدارس اقدر اروح اداوم. احنا مواصلين صار لنا تقريبا من الاسبوع اللي طاف قاعد نطعم الاعمار من 12 ل 15 سنه. انت عارف ان هذه الشغله بادرت فيها وزاره الصحه اساس شويه نكافح احنا الجائحه اللي احنا مارين فيها من العام، جائحه كورونا. فمبلشين الحمد لله، وانتم شايفين الاولياء الامور مع عيالهم، الكل ملتزم وقاعد يعني يطعم عياله عشان نتخلص من هذه الجائحة. احنا لازم عشان نقضي على هالفيروس لازم بلشنا بالكبير، لازم نواصل لما الاعمار الصغيره عشان احنا نوصل حق المناعه اللي نبيها المطلوبه بالكويت. لازم احنا نطعم كل الاعمار، والكل لازم يعني يبادر بهذه المبادرة عشان نطعم كل الأعمار. والله الهدف إن شاء الله عساس تعم الصحة للجميع إن شاء الله، نبي مجتمع صحي وبنتكاف إن شاء الله، نقدر حق المدارس نجهزهم بإذن الله تعالى إن شاء الله نستقبل كنا نتطعم وجهزوا إن شاء الله من أي مكان ومن أي شيء إن شاء الله بإذن الله تعالى. حبيت أطعم عشان أدخل المجمعات لأن كانوا رافضين إن إحنا ندش للصغار، و وحشص إن خايفة على خواتي وأهلي فحبيت يدشون المجمعات فلازم نطعم. تطعيم طبعا خوفا على المجتمع ولازم يعني العودة للحياة الطبيعية، وأنصح جميع الفئات العمرية بالتطعيم. يعطيك العافية، نشوفك ما شاء الله متشجع جاي تاخذ اللقاح. طبعا. ليش؟ عشان أقدر أطلع وأتمشى على راحتي، محكور بالبيت ما عندي شيء أسويه، قاعد ما عندي شيء فلازم أخذ عشان أروح أتمشى، وهم عشان الصحة بعد. إعطاء هذا اللقاح لهذه الفئة العمرية سيساهم بعودة الحياة إلى طبيعتها، خصوصا ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد. كذلك سيساهم بتخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المفروضة في جميع أنحاء العالم. من محافظة الأحمدي وموفق العرقان، ATV العدالة. ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري اجتماع أعضاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وذلك في مكتبة الكويت الوطنية. الاجتماع ناقش خطط ونشاطات المجلس
استنادا للتوجهات العامة للخطة الاستراتيجية التي تركز على إثراء ودعم الحركة الثقافية والأدبية والفنية الكويتية. انطلقنا بتنفيذ هذه الاستراتيجية بعقد حلقات نقاشية على مستوى في المرحلة الأولى على مستوى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، للاستماع لجميع العاملين في المجلس الوطني لأخذ أفكارهم وملاحظاتهم، وأيضا إشراكهم للمعرفة لكافة قطاعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أن يكون الموظف على اطلاع بشكل شمولي، وأيضا أن تكون هذه الاستراتيجية تنطلق في البداية لقطاعات المجلس ومن ثم تنطلق إلى الجهات المعنية في الثقافة والفنون والآداب، حتى يكون هناك عمل تراكمي وعمل تكاملي وعمل توافقي وعمل شمولي، وأيضا نستفيد من التجارب الدولية والمبادرات والأفكار من خلال المتخصصين اللي راح يكون مشاركين في هذه الاستراتيجية. تطوير الحركة الثقافية والفنية تحتاج تضافر الجهود، لن نستطيع أن نحقق تنمية منفردين، فلذلك لابد أن يكون العمل يعني تخطيط تشاركي، عمل جماعي وإشراك الجميع لتحقيق التكامل فيما بيننا للوصول إلى يعني رؤية ثقافية فنية دائما أن تكون دولة الكويت منارة ثقافية على مستوى العالم العربي، ويكون لنا دائما دور في إبراز دور الكويت الثقافي والفني على مستوى العالم. بدأ موسم صيد الروبيان اليوم ويستمر حتى نهاية يناير من العام المقبل، حيث يأتي قرار السماح بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة بعد 6 أشهر من حظر صيده حسب ما أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. وسيبدأ موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية في الأول من شهر سبتمبر المقبل للسفن المرخصة بالصيد بطريقة الجر الخلفي بعد حظر صيد الروبيان أكثر من 6 أشهر للمحافظة على ثروات البيئة البحرية وإثراء المخزون السمكي وزيادة وفرته. النشرة مستمرة وفيها في الاقتصاد بعد فاصل قصير. البورصة تستهل تداولات الأسبوع على انخفاض. مجددا أهلا بكم. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 5.17 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.9%. وقد تم تداول كمية أسهم بلغت 415,900,000 سهم بقيمة نقدية بلغت 70 مليون دينار، تمت عبر 13,738 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3.18 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول 6.16 نقطة. بدأ قطاع السياحة والسفر وحركة الطيران العالمية بالتعافي تدريجيا بعد أن فتحت معظم دول العالم حدودها للحاصلين على جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وتكبدت شركات الطيران العالمية خسائر بمليارات الدولارات خلال أكثر من عام ونصف العام بسبب القيود المفروضة حول العالم والرحلات الملغاة إثر انتشار الفيروس والسلالات المتحورة في العديد من دول العالم. ورأى الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا في تقرير أصدره أخيرا أن رفع قيود السفر أمام المسافرين الحاصلين على اللقاحات يمثل أفضل الخيارات المتاحة لإعادة فتح الحدود بين الدول، مشيدا بقرار الدول التي تفتح حدودها أمام المسافرين الحاصلين على اللقاحات. نشرتنا متواصلة وتتابعون في الرياضة بعد الفاصل. استقبال حافل للرامي الأولمبي عبد الله الطرقي.
من جديد أهلا بكم. بحضور رسمي وشعبي كبير وصل إلى البلاد وفد اللجنة الأولمبية الكويتية المشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في مدينة طوكيو اليابانية. واستقبل وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري والوفد المشارك في الأولمبيات التي أثمرت عن تحقيق الرامي عبد الله الطرقي الرشيدي الميدالية البرونزية في مسابقة الكويت، وهي الميدالية الوحيدة التي تحققت للكويت حتى الآن. نتابع تقرير الزميل أحمد العنزي. استقبال شعبي ورسمي كبير حظي به البطل الأولمبي الرامي عبد الله الطرقي الرشيدي لدى وصوله إلى البلاد بعد مشاركة متميزة ومثمرة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو اليابانية. بصراحة يعني إخواننا وخواتنا بيض الوجه الأولمبيات جلد يعني يلدهم يبر، يعني طلعوا بمنافسات مشرفة الأمانة، كافحوا ما حالهم حظ، يعني فيها بالرماية فيها الحظ، ولكن إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. ونشكر الإعلام، نشكر الشعب الكويتي الأمانة ما قصر معانا، وأقول لهم إذا شافوا قصور منا إذا يعذروننا، بيض الله وجهك بيوسف على الدعم، وإن شاء الله نقدم الميدالية إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح وسمو العهد الأمين الشيخ مشعل أحمد الصباح، وإلى الشعب الكويتي، وإن شاء الله نوعدكم باريس 2024 أفضل بإذن الله. بارك الله فيك يا أبو يوسف وسامحنا القصور. الرامي الأولمبي عبد الله الطرقي تمكن من اصطياد الميدالية البرونزية في مسابقة السكيت بالأولمبياد، مكررا الإنجاز الذي حققه في الأولمبيات السابق بالبرازيل عام 2016. هذه المناسبة أود أن نشكر فيها كل من وزير الشباب الأخ عبد الرحمن إبداح المطيري على دعمه وعلى تواجده، وأشكر الأخ العزيز فهد ناصر صباح الأحمد على تسهيله أمورنا في المعسكر التدريبي. وتعلمون أنتم كل أبوكم أن تم اختياري 7 أيام قبل البطولة، ولكن جزاه الله خير أبو صباح عمل معسكر تدريبي قبل الأولمبيات في ميادين قريبة من طوكيو، وكثفنا فيها التدريب ودعم رماية صباحا ومساء حتى أن وصل إلى مستواي تقريبا 70%، ولكن ما كان مستواي وصل إلى 100% لوصولي في أو في مشاركتي في أولمبياد، ولكن مجرد الخبرة رفعت المستوى إلى أن أصل إلى هذه الميدالية. ولكن إن شاء الله أوعدكم بإذن الله بأن أولمبياد القادمة إن شاء الله باريس إنها إن شاء الله تكون ذهب للكويت. الرماية الكويتية دائما ما تسطر أروع الإنجازات وتعتلي منصات التتويج، واضعين نصب عينهم علم الكويت ومتحدين كافة الصعاب التي تعترضهم لتحقيق الأمنيات للرياضة الكويتية. سعيدين جدا بهذا الإنجاز اللي حقق البطل عبد الله الطرقي، وكنا نتمنى أيضا أن عبد الرحمن الفيحان وطلال أيضا يحققون إنجاز مماثل، نافسوا بقوة، نافسوا في أهم بطولة عالمية دورة الألعاب الأولمبية اللي تجي ختام ل4 سنوات، حققوا إنجازات خلال فترة ال4 سنوات، وتم تأجيل البطولة، صادفتهم بعض الصعوبات أهمها وفاة المدرب السيد دانييلي سيوني رحمه الله. وإحنا طبعا باسم إخواني الرماة وإخواني أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي رياضة الرماية نتقدم بالشكر والتقدير لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير ولسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله وللشعب الكويتي ولكل من دعمنا، ونعاهدكم إن شاء الله في أولمبياد 2024 في باريس إن شاء الله أن الكويت ستنافس بقوة في رياضة الرماية، ونتمنى إن شاء الله أن نحقق إنجاز أكبر في الألعاب الأولمبية القادمة. هذه النتيجة التي حققها وفد الرماية الكويتي، وطبعا هذا ما كان يتحقق هذا الإنجاز لولا الدعم الكريم من قبل القيادة السياسية صاحب السمو أمير البلاد وسمو العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم والحكومة الرشيدة وهي العامة للرياضة. وإن شاء الله يعني احنا نعد ان شاء الله في باريس القادم 2024 يكون هناك انجاز اخر للرماية الكويتية. راضين انتم ولا كان مزيد لا؟ طبعا احنا راضين عن هذا الاداء، وايضا
نظرا لقلة الخبرة لبعض الرماة، ولكن إن شاء الله يعني الأولمبياد القادم يكون هناك يعني أداء وإنجاز أكبر إن شاء الله. في مكافآت للأبطال؟ طبعا احنا رصدنا مكافأة 10,000 دينار لرامي عبدالله الطرقي على ميدالية البرونزية، وسوف يكون هناك يعني تكريم إن شاء الله لبقية الرماة الآخرين إن شاء الله. بتحقيق الرامي عبدالله الطرقي ميدالية جديدة، تكون الرماية الكويتية قد زادت إغلتها بعدد الميداليات التي حققتها في مشوار الأولمبياد، ليرتفع العدد إلى 5 ميداليات متنوعة المعدن، منها ذهبية واحدة وأربع برونزيات. استقبال كبير للرامي الأولمبي عبدالله الطرقي الرشيد يليق بما حققه في دورة الألعاب الأولمبية بتحقيق الميدالية البرونزية للكويت في مسابقة السكيت. أحمد العنزي لقناة اي تي في العدالة. أهدى البطل الأولمبي معتز برشم بلاده قطر الميدالية الذهبية الأولى في ألعاب القوى الأولمبية والثانية في أولمبياد طوكيو 2020 والذهبية الثانية كذلك في تاريخها، وأحرز برشم الميدالية الذهبية. ونبقى في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، حيث واصل المنتخب المصري تألقه في منافسات كرة اليد للرجال وتغلب على نظيره البحريني ب30 هدف مقابل 20 في الجولة الخامسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية. وفي وقت سابق اليوم أزى المنتخب الياباني خدمة جليلة للمنتخب البحريني، حيث حسم تأهله إلى دور الثمانية بتغلبه على منتخب البرتغال ب31 هدف مقابل 30. وجاء فوز اليابان صاحبة المركز السادس الأخير على البرتغال صاحبة المركز الخامس، ليحسم المركز الرابع في المجموعة لصالح المنتخب البحريني الذي ضمن الصعود إلى دور الثمانية قبل خوض مباراته اليوم أمام نظيره المصري الذي كان قد ضمن أيضا التأهل من المجموعة برفقة منتخبي الدنمارك والسويد. إلى هنا وصلنا لختام نشرتنا لهذه الليلة، كما يمكنكم متابعة أخبارنا عبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي، ودائما أيضا في انتظار مشاركاتكم وأرائكم بإرسال مقاطع فيديو قصيرة على رقم واتساب فقرة تفاعلات. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.